مساء الخير بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد في فقرة بقى ترند الأهلي، وعايزين نشوف أخبار الفريق ونقرب أكتر من ملعب مختار التتش بالجزيرة. أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي اللي موجود حاليا في قلب ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان نعرف منه بعض الموضوعات وعن شوية تفاصيل كده. الجمهور بالتأكيد عايز يعرف الإجابة من خلال زميلنا شريف شعبان. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب أولا الناس كلها عايزة تطمن منك، النهاردة بالتأكيد كان في جلسة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين وتحديدا مع سعد سمير، لأن خلاص تم الإعلان بشكل رسمي عن إعارته خلال الفترة القادمة لمدة سنتين مع نادي فيوتشر اف سي. عايز اطمن منك كمان عن محمد عبد المنعم، هل مستمر موجود في التمرين؟ هل في اعاره ليه؟ موقف عدد من اللاعبين ايضا في مساله ملف المعارين، هل بالفعل موجودين في التدريبات ولا خلاص تم الاتفاق رسميا على اعاره عدد منهم في الفتره القادمه؟ تمام، يمكن هبدا بالكابتن وسعد سمير احد كباتن النادي الاهلي الكبار طبعا في فريق النادي الاهلي وبالتحديد في غرفه الملابس. غرفه ملابس النادي الاهلي ليها قواعد وليها بعض السيستم او يعني الحاجات اللي لازم الكباتن الكبار تعملها، يعني اذا كان سعد سمير، الشناوي، وليد سليمان، علي معلول، اللعيبه الكبار طبعا داخل فريق النادي الاهلي، ايمن اشرف. فسعد سمير كان ليه دور مهم جدا داخل غرف ملابس النادي الاهلي. الكابتن الكبير طبعا رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب عارف الدور اللي بيقوم بيه كويس جدا سعد سمير، فكان حريص طبعا ان يكون في جلسه معاه ويتم تكريمه امبارح بالامس في داخل غرف الملابس وحفله من اللعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي اللي اسم كبير هو سعد سمير، والحاجات اللي خلف الكواليس محدش يعرفها خالص بيتم عملها طبعا داخل غرف الملابس. سعد سمير الا فريق فيوتشر عاره سيتم، اتمنى له كل التوفيق. كل اللاعبين كانوا زعلانين على يعني فراق سعد سمير، ليه دور مهم جدا داخل غرف ملابس النادي الاهلي، الاحترام الكبير بينه وبين لاعبي الفريق الشناوي، قال له هتسيبني لوحدي يا سعد، ما كانش ينفع تترك النادي الاهلي في هذا التوقيت، ولكن خلاص يمكن لازم سعد يروح ويلعب، وبنتمنى له كل التوفيق مع فريق فيوتشر. وحسنا طبعا فعل الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب في عقد جلسه مع سعد سمير والدور المهم جدا اللي سعد كان بيقوم بيه، بنتمنى له كل التوفيق. طبعا محمد عبد المنعم هيكون طبعا اعاره لفريق فيوتشر طبعا، وخلاص امبارح كان بيتم تجهيز الاوراق الخاصه بتوقيع للنادي الاهلي في زياده تعاقده وطبعا الرحيل الى نادي فيوتشر. ومن خلفي مش موجود خلاص في التمرينات ولا سعد سمير موجود في التمرينات، باقي اللاعبين لسه لم يتحدد، يمكن اجاييه بيشارك في التمرين من خلفي لسه ما تحددش موقفه، بعض اللاعبين الناشئين زي فخري برضه وبعض الناشئين لسه موجودين في تمرين النادي الاهلي ما لسه ما اتحسمش امرهم في فتره الاعراض. في على مدار الايام القادمه هيبان طبعا الرؤيه ليهم الفنيه ورؤيه طبعا لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب. طيب، يمكن ده اللي بيخص ملف المعارين زميلي محمد. الفريق بيتمرن من خلف في الخامسه، كان في محاضره في ارض الملعب مع مستر بيتسو موسيماني ومدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي اتكلم مع لاعبين حوالي خمس دقائق عن اهميه المرحله المقبله عن مباراه بكره اللي هتكون مع فريق المقاولون العرب في الخامسه مساء. الفكر اللي الراجل عاوز ينفذه في هذه المباراه، المباراه السابقه امام فريق بتروجيت يمكن بعض الجماهير كانت بتلوم على بعض لاعبي النادي الاهلي في الظهور، مباراه بدايه موسم، مباراه بدايه اعداد، فوضع طبيعي جدا ما حدش يبان بالمستوى الكبير، طبعا الناس راجعه من اجازات طويله، فباذن الله بكره ينفذوا شكل كبير من أكيد خطط بيتسو موسيماني، وباذن الله نخش مباراه السوبر يوم 21 جاهزين باذن الله لهذا اللقاء ونفوز باذن الله ونضيف بطوله جديده للنادي الاهلي. طيب شريف برضو عايز اطمن منك على محمود متولي، يمكن بعد المباراة الودية محدش لسه عارف التفاصيل بما انك انت قريب من الجهاز الطبي، وعايز اطمن ايضا على بيرسي تاو اذا كان عندك جديد بخصوص اللاعب الجنوب افريقي. تمام، ابدا لك ببيرسي تاو، حديث الساعه والسوشيال ميديا والناس اللي في بعض القنوات بتفتي، ما اعرفش بتفتي ليه، وبتحب تعمل الانفراد انفراد وهمي. بيرسي تاو في جواب رسمي وصل من الاتحاد جنوب افريقي الى النادي الاهلي بيشرح فيه اصابه بيرسي تاو بالظبط بالتحديد. اصابه بيرسي تاو شعر ببعض الام في العضله الضمه يوم 2/9، مباراه جنوب افريقيا كانت يوم 3/9، هم لعبوا مباراتين. بيرسي تاو تحامل على نفسه مع دكتور المنتخب جنوب افريقي ولعب هذه المباراة
مباراتين وهو عنده اصابه في العضله الضمه. طبعا ما بتلعب على الاصابه العضله الضمه بيجي لك مزق على طول. فبيرستاو اصيب بالمزق في العضله الضمه. بيرستاو حضر الى النادي الاهلي على طول الجهاز الطبي من غير ما يعلن، تعامل على طول مع اصابه بيرستاو بعمل السونار اللي موجود داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي عنده يعني بيمتلك في الجهاز الطبي بعض الاجهزه الحديثه جدا، منها جهاز السونار اتعمل له سونار اللي هو سونار الاشعه طبعا، اتعمل له وبان المزق قد ايه، وبدا الجهاز الطبي يحقنه بالبلازما. ايه البلازما ديت؟ حاجه موجوده في الجسم بتتاخد من خلايا الجسم في مكان تاني ما فيهوش اصابه وبتتحقن في مكان الاصابه عشان يساعد بسرعه على شفاء اللاعب. تم طبعا حقن اللاعب بحقنه البلازما وبدا العلاج شغال على قدمه وساق، بتتكلم في 4-5 ايام بالتحديد، وهيبدا في المرحله الثانيه ومرحله العلاج الطبيعي، ومن بعد مرحله العلاج الطبيعي اللي بتستمر من 8 ايام الى 12 يوم يخش في المرحله النهائيه هي التاهيل داخل الملعب. في بيرستاو الان فيه خلاص بتتكلم في 3-4-5 ايام بكتير جدا ويخش على المرحله الثانيه، وبعد المرحله الثانيه يخش على المرحله الثالثه ويبدا التاهيل، يعني بتتكلم باذن الله في اسبوعين باذن الله 3 اسابيع بكتير جدا ويكون متواجد مع باقي زملائه. محمود بتولي يمكن عنده التهاب في اوتار الركبه. سالت الدكتور احمد ابو عبله ليه اصابات محمود بتولي كتير قوي الفتره الاخيره، قال لي محمود بتولي كان عنده رباط صليبي فرجع بسرعه من عمليه الرباط الصليبي، اتاهل بسرعه، ضغط على نفسه ودخل ضغط على عضلات جسمه عشان خاطر يرجع باقصى السرعه. ده شيء متوقع جدا. الرباط الصليبي يمكن العالم كله بينصح ان اللاعب يقعد سنه كامله ما يشاركش في اي لقاء، محمود بتولي رجع بعد حوالي 6 شهور رجع باقصى السرعه، فطبعا وضع طبيعي جدا. يبقى عنده اصابات، الجسم ممكن يلتهب، عضلات ممكن يجي لها شد ولا حاجه. فمحمود بتولي بتتكلم في 5-6 ايام بكتير باذن الله وهيكون موجود مع باقي زملائه في تمرين النادي الاهلي. دي الاصابات الخاصه والحصريه لمحمود بتولي وبيرستاو. باذن الله ما نلاقيش اصابات خالص في فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده جهاز طب على اعلى مستوى وبيتعامل مع كل لعيب على حده، وباذن الله القادم افضل طبعا للنادي الاهلي. زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وضحت لنا أمور مهمة جدا متعلقة بمحمود متولي وأيضا بيرستاو والإعلان عن فكرة كمان إعارة محمد عبد المنعم. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض لأن عندي كلام مهم جدا في ترند الأهلي وشوية تفاصيل موجودة عبر السوشيال ميديا لازم نوضحها لجمهور النادي الأهلي في كل مكان.